الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. من قناة النصر 24 أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة لأهم وآخر الأخبار، نبدأها بالعناوين. اجتماع للجنة الوطنية لإدارة الأزمة الصحية حول محاربة وباء كورونا. رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك يرحب بعودة التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. سقوط صاروخ كاتيوشا بالمنطقة الخضراء وسط بغداد. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. أثبتت الفحوصات الأخيرة التي أجرتها المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية بالبلاد ووزارة الصحة العامة بأن هناك أكثر من 500 حالة تم فحصها بولاية مايوكي شرق. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية والتكامل الإفريقي السفير أمين أبا صديق رئيس لجنة إدارة الأزمة بالبلاد، وجرى الاجتماع بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالدولة. وقد تابع الاجتماع دفتر حالات الشفاء والوفيات الأسبوع الماضي. وعقب الاجتماع صرح البروفيسور شوا أوشيمي المنسق الوطني للمنسقية الوطنية للاستجابة الصحية بأنه يجب على المواطنين احترام الإجراءات الوقائية لا سيما التباعد الاجتماعي. بحث وزير الأمن العام والهجرة الفريق محمد طاهر أوروزي بمكتبه مع الأمين التنفيذي للجنة حوض بحيرة جاد السيد محمد نوحو، بحث القضايا التي تتعلق بالأمن والاستقرار بمنطقة حوض بحيرة جاد والدور الكبير الذي تلعبه جاد في شبه الإقليم باعتبارها إحدى الدول الأعضاء الفاعلة في اللجنة. وقال الأمين التنفيذي محمد نوحو إن اللقاء تناول تقديم نسخة تتكون من الاستراتيجية الإقليمية المتعلقة بالاستقرار ومحاربة جماعة بوكو حرام الإرهابية. استقبلت وزيرة المرأة وحماية الطفولة بمكتبها القائم بأعمال سفارة ودولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد، حيث بحث الطرفان أوجه التعاون بين السفارة والوزارة. كما استقبلت الوزيرة منسق برنامج دعم التنمية المحلية والتمويل الشامل، وتمنت الوزيرة جهود سفارة دولة الإمارات على دعمها للمشاريع التنموية لا سيما في الشق الاجتماعي ودعم ترقية المرأة اجتماعيا واقتصاديا. من جانبه أكد القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات بالبلاد على عمق العلاقة بين إنجمين وأبوظبي والمشاريع التي تقوم بها السفارة لدعم المرأة استكمالا لجهود فخامة السيدة الأولى هند دبي إثنو. نظمت وزارة المرأة وحماية الطفولة بالتعاون مع بعض الجمعيات النسوية حملة نظافة شملت رياض الأطفال بالمراكز الاجتماعية بالعاصمة إنجمينة بمختلف الدوائر العشر. كما قامت النساء بنظافة المياه الراكدة في ساحات هذه المؤسسات سعيا منهن لاحترام الدخول للعام الدراسي العام 2020-2021 وفق ما قررته وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة. وأشاد مسؤولو المراكز الاجتماعية ورياض الأطفال بوقوف الجمعيات المدنية لمشاركة الحكومة في تحسين البيئة المدرسية قبل بداية العام الدراسي الذي يصادف الأول من أكتوبر. أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إن فريق السودان المفاوض مستعد للعودة إلى طاولة التفاوض متى ما تم تحديد المواعيد من قبل الوساطة. ورحب حمدوك ببداية التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو عبر ورش العمل لمعالجة القضايا العالقة وفقا لما تم الاتفاق عليه ضمن بيان أديس أبابا. جاء ذلك لدى تسلمه بمكتبه دعوة رسمية من قبل وفد الوساطة الجنوبية برئاسة تود جولواك لحضور مراسم التوقيع النهائي بجوبا في 3 أكتوبر المقبل بين أطراف الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، فيما يلي التوقيع النهائي على مسارات دارفور المنطقتين الوسط شرق وشمال السودان. تسلم
رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفا كير مياردات تتعلق بدعوته لحضور التوقيع النهائي لاتفاق السلام بجوبا في 3 أكتوبر المقبل. واطلع لدى لقائه رئيس لجنة الوساطة الجنوبية توت جلواك على الترتيبات الجارية للاحتفال بالتوقيع النهائي لاتفاق السلام. وأشار جلواك إلى أن وفد مقدم من الجبهة الثورية سيصل اليوم إلى الخرطوم حاملا رسالة السلام للشعب السوداني الذي صبر لأكثر من عام على عملية التفاوض بمدينة جوبا. عالميا، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن خلية الإعلام الأمنية العراقي إن صاروخا من طراز كاتيوشا سقط داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد. وأشارت الخلية في بيانين إلى أن الصاروخ سقط في مجمع القادسية السكني وتسبب بخسائر مادية فقط، ونوهت إلى أن إطلاق الصاروخ تم من منطقة حي العامل بالقرب من جامع الهادي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توزيع لقاح فيروس كورونا سيبدأ في شهر أكتوبر المقبل، وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن توزع أكثر من 100 مليون جرعة نهاية العام 2020. وقال ترامب إنهم يجرون التجارب، وبمجرد الانتهاء سيتم إخراج اللقاح وتوزيعه في وقت أسرع. نهاية نشرة الأخبار، أعود وأذكر بالعناوين. اجتماع للجنة الوطنية لإدارة الأزمة الصحية حول محاربة وباء كورونا. رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك يرحب بعودة التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. سقوط صاروخ كاتيوشا بالمنطقة الخضراء وسط بغداد. من قناة النصر 24 قرأت لحضراتكم نشرة الأخبار. شكرا لحسن المتابعة، وفي أمان الله.